خلينا نروح بقى لخبر كده لطيف من بره مصر. يعني السيدات اللي بتسوق حاسه حساب ان هم هيتفقوا والله مع الخبر ده. والرجاله في سيده من كندا ركنت العربيه بتاعتها لمده 3 ايام، وبعد كده رجعت تركب العربيه مره تانية، فلاحظت ان في حاجه تتحرك جوه شنطه العربيه، فراحت فتحت الشنطه، ما لقتش بقى لا فار ولا قطه ولا الحاجات اللي احنا متعودين عليها، لا هي لقت بني ادم، لقت واحد من الناس اللي يعني الهوملس او المشردين موجود جوه الشنطه اللي كانت مقفوله عليه لمده 3 ايام. طبعا السيده اتخضت وصعقت الحقيقه من المشهد اللي شافته، وقررت انها تشارك تجربتها بالتفصيل مع الفولورز بتوعها او متابعيها في منصه تيك توك. 3 ايام، يعني 3 ايام كتير برضه. انا عارفه فتح السبكه ملقاش خاتم. لكن في فيلم كريم عبد العزيز شرفه تفتكره لك اسمه في محطه مصر، طبعا فاكره؟ في بالظبط في مشهد كده، هو كان عايز يصلح حاجه، انا مش فاكره بالظبط كان عايز يصلح ايه، فكان في مترو بيعدي تحت البيت فاستخبى جوه الدولاب. طبعا لو قلت لك ان انا مستني المترو جوه الدولاب مش هتصدق. 3 ايام جوه شنطه العربيه، كان بيدور على حاجه يعني بردان معلش، ولا اكل ولا شرب ولا، بس واضح ان هو فتح الشنطه، يعني هو بيقفلها وبيفتحها، يعني احنا شفنا في الصورة كان هو يعني هو مش قافل الشنطة قوي، لا هي اللي سايبة الشنطة هي اللي مفتوحة، غلطانة، هو لا هي هيخش يعني ينام في هي الشنطة، 3 ايام ما نزلتش من البيت، فهو اتخذ الشنطة ملجأ. طيب خلينا نطلع لفاصل دلوقتي ونرجع نكمل معاكم فقرات صباح الخير يا مصر، استنونا.